اسمع وافهم. يا أحمد اسمع وافهم، هل أنت على العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأن الأئمة من بعده بلا فصل هم علي بن أبي طالب عليه السلام، والحسن المجتبى عليه السلام، والحسين الشهيد بكربلاء عليه السلام، وعلي بن الحسين، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد الجواد، وعلي الهادي، والحسن العسكري، والخلف الحجة المهدي المنتظر. يا أحمد اعلم وافهم أنه بعد انصرافنا عنك يأتيانك ملكان كريمان فيسألانك ويقولان لك من ربك وما دينك وما كتابك ومن نبيك ومن أئمتك، فقل لهما الله جل جلاله ربي، والإسلام ديني، والقرآن كتابي، والكعبة قبلتي، والصلاة فريضتي، ومحمد صلى الله عليه وآله نبي، وعلي بن أبي طالب عليه السلام إمامي، وفاطمة الزهراء عليها السلام سيدتي ومولاتي، والحسن المجتبى عليه السلام إمامي، والحسين الشهيد بكربلاء عليه السلام إمامي، وعلي بن الحسين، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد الجواد، وعلي الهادي، والحسن العسكري، والخلف الحجة المهدي المنتظر. قل لهما هؤلاء أئمتي وسادتي وقادتي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرع. تلقن يا عبد الله، تلقن لا أنساك الله، واعلم وافهم أن الموت حق، وأن الغسل حق، وأن الحنوف حق، وأن الكفن حق، وأن سؤال منكر ونكير للقبر حق، وأن الصراط حق، وأن الميزان حق، وأن تطاير الكتب يوم القيامة حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. واعلم وافهم أن الله هو نعم الرب، وأن محمدا صلى الله عليه وآله هو نعم النبي، وأن المعصومين من بعده هم نعم الأئمة. ثبتك الله بالقول الثابت، اللهم جاءت الأرض عن جنبي أصعد بروحي إليك، تبقيه من لدنك برهانا، احشرهم على أئمة المعصومين بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.